خديجة بوسمار أستاذة باحثة في المدرسة المغربية لعلوم المهندس لمسي ديال كازابلانكا و اللي هي ممبر ديال مجموعة اونوريس اللي هو لو بروميير ريزو ان افريك بان افريكان ديال لي زونيفرسيتي ديال افريك. الوغ في اطار هذه القمة العالمية الثالثة ديال ويا ومن ان افريكا نضمنا ولا احتضننا في المقر المؤسسة ديالنا اللي هي ليكول ماروكين دي سيونس دو لانجينيور في مراكش واحد لو بوت كامب اللي هو فيه ورشات تكوينية وحصص تدريبية في البيتش في البيزنس بلان كيفاش يقدروا ياخذوا كيفاش يقدروا يفينونسي لي بروجي ديالهم في الريزو سوسيو الواجهات التواصليه ومكننا الطالبات ديالنا اللي هما جاوا من لي ديفيرونت مختلف مؤسسات ديال مجموعه اونوريس و طالب المشاركات 54 ديال القمه العالميه ديال هاد النساء في افريقيا. دونك مكننا المشاركات ديالنا 54 ديال القمه العالميه ويا ومن ان افريكا و15 طالب من مجموعه من المدارس ديال مجموعه اونوريس اللي منهم لي ام سي لي كول ماروكان سونس لانجينيور باش يستافدوا من الخبرات وتبادل الخبرات ديال مع المشاركات والمنظمين ديال وومن ان افريكا. السلام انا سميتي صوفيا البهجه خدامه في المشروع اللي هو نو باكس لاب. هو مشروع تيهدف على اننا نعاونوا الدراري الصغار يكونوا عندهم واحد المهارات تقنيه ومهارات الحياه باش مورا ما يخرجوا من المدرسه يعرفوا الحقيقه ديال المغرب الحقيقه ديال العالم ويقدروا يديروا شي حوايج زوينين لمغربنا والعالم. عندي 24 عام قريت في لي فيستي ديال طنجه عندي ديبلوم في لانفورماتيك في لانجينيوري ديال لانفورماتيك وبديت المشروع ديالي وانا تنقرا. دونك هادي عام ونص وانا خدام على المشروع مع ليكيب اللي معايا و المشروع جا من حياتي انا. الالهام ديالي كان هو حياتي انا حيت دزت من واحد المراحل انني لقيت راسي تنقرا شي حاجه اللي ما عجبانيش بزاف وقلت فاش شفت قدامي لقيت بزاف ديال الدراري حتى هما في نفس لا سيتوياسيون وقلت علاش لا ما نغيروش هذا الشيء ونبداو من لا سورس ديال المشكل يعني الدراري الصغار. كيفاش اننا نزيدوا بالدراري الصغار اللي هما من بعد فاش يكبروا يلقاو راسهم تيديروا شي حوايج اللي عاجبينهم وشي حوايج اللي وهما فرحانين. تنديروا ورشات تطبيقيه مع الدراري الصغار من 6 سنين 12 عام ورشات تطبيقيه في العلوم حيت هي ورشات ممتعه فين تيقدروا يطبقوا ديك الشيء اللي تيقراو في المدرسه وفي نفس الوقت تيتعلموا مهارات بحالاش بحال لينوفاسيون لا كرياتيفيتي لا بريز دو ديسيزيون اي ليسبري كريتيك. دونك هادو هما واحد المهارات التقنيه اللي يقدروا يتعلموهم اترافيغ هاد الورشات وامام طو عندنا اون بلاتفورم اون لين اللي خدامين عليها دابا اللي غادي تكون عندها لاكسي للجميع. ريفورم از انترناشونالي اوردد وينينج لايف ستايل براند. احنا بنعمل برودكتس صديقه للبيئه منها اساس هوم اكسسوارز وفاشن اكسسوارز شنط جزم سليبرز. الفكره ان كل البرودكت دي معموله من قماش احنا اخترعناه اسمه بلاستكس. بلاستكس ده 100% قماش معمول من الكياس البلاستيك بتاعت سوبر ماركت ومع انسجه قطن خيوط قطن. اوكي القماش ده انفايرمنتلي ان هو بنعيد تدوير الاكياس البلاستيك وبنطول اللايف سايكل بتاعها من الافريج يوز اوف 12 دقيقه لسنين. وسوشي اللي احنا بنرجع حرفه قديمه حرفه النول وبنساعد كرافتسمن وبالاخص اللي احنا بنتراي تو امباور رباط البيوت اللي هم ما عندهمش دخل ان هم يساعدوا اهاليهم وكده فاحنا بنخليهم يبقوا جزء من البرودكشن بروسيس عندنا. ساعات بنبعت لهم جزء من الـ من الـ من البروسيس عندنا في البيت يخلصوها ساعات بيجوا عندنا الورشه يساعدونا في البرودكشن وده بنوفر لهم زي سستينبل انكم اللي هم يقدروا يساعدوا بيهم اهاليهم. الفكره جات لي انا وماي بزنس بارتنر اسمها هند رياض. ده كان الجراديويشن بروجكت بتاعنا في 2012. احنا برودكت ديزاينرز وي جراديويتد من ابلايد ارتس اند ساينس. ده كان بعد الثوره
اول واحده في 2011 فكانت واخدينا كنا عايزين نبقى جزء من التغيير البوزيتيف اللي حوالينا كنا عايزين نحاول نحل مشكله من المشاكل اللي البلد عندنا بتفيست وهي التراش للاسف احنا الزباله عندنا ما عندناش a proper system of اللي احنا نريسايكل وكده بالاخص البلاستيك باجز اللي احنا مش بنعيد تدوير الاكياس البلاستيك وبعد مع ريسيرش لقينا ان اللي احنا نعيد تدوير كيس اغلى من اللي انا اصنع واحد جديد فده من الاسباب اللي احنا الكيس عندنا مرميه في كل حته ما عندناش a proper way to dispose الاكياس فطبعا مع احداث الثوره كان في بعض من الورش اللي هي بتشتغل على الحرفه دي قفلت فاحنا كنا حبينا نميكس بين حاجه صديقه للبيئه اللي احنا نعيد تدوير الاكياس مع اللي احنا نخلي حرفه مستمره بقى لها اكتر من 1000 سنه موجوده عندنا واللي احنا كمان طبعا الجزء اللي هي بتاعت اللي احنا نشجع الستات ونحاول يبقوا جزء من البرودكشن بروسيس عندنا انا السيده غنيمه مسعودي من الجزائر عندي شركه ستارت اب شركه تاع نعمل لي ساك en TNT, c'est un tissu non tissé, c'est un produit écologique. Ça va un petit peu, يعوض الأكياس البلاستيكية الملوثة للبيئة وحنا نعرفوا بلي إفريقيا كلها تعاني من هذا المشكل العويص هو البيئة ماهيش معناش محافظين عليها بهذا الأكياس البلاستيكية اللي راهي تشوه المنظر وتلوثنا وهي خطر كذلك على الصحة العامة في البلدان الإفريقية دونك أنا نشوف بلي لو برودوي تاعنا هو يشكل نقلة نوعية في هذا المجال هو إن شاء الله راح يحث الناس باش يكون عندهم حس بيئي بالإضافة إلى المزايا العديدة اللي عنده هو برودوي إيكولوجيك بريزيرف لانفيرونمون وكذلك عنده مزايا كثير عديدة نصيبوه في عدة أنواع ألوان وهو كذلك نقدر نقوله هو un truc de médiatisation parfait pour la marque là parce que نقدروا نطبعوا عليه لو لوغو تاع الشركه اللي حابه تدير فوالا تتعامل معنا ودير لا بوبليسيتي للبرودوي تاعها